مرحبا، معكم محمد خلف. في هذا الفيديو من الاب انفنتور بدنا نشرح عن الايمج وشو شو الفانكشن اللي فيها وشو ممكن او كيف ممكن نستخدمها بالاب انفنتور. بالبدايه الايمج راح يكون في عندها مجموعه من البروبرتيز زيها زي اي ديزاين كومبوننت، زي مثلا الباك جراوند، زي انها تكون كليكابل او لا. وفي عندها راح يكون ايفنتس او فيتشرز. بالايمج راح يكون فيتشرز اللي هي او الايفنت راح تكون بس كليك، مش زي البوتن مثلا في إلها 6 events. في كثير design component إلها أكثر من event، بس هنا فقط event واحد. بالبداية بدنا من ال user interface اللي عند البلت بدنا نسحب نعمل drag drop ل image. بعد هيك زي هيك بدك تسحب ال image، بدنا نسميها باسم الصورة اللي راح نضيفها. بعد هيك بدنا نيجي عند الميديا زي ما احنا شايفين هنا، راح نعمل upload file. بعد ما تكبس upload file choose file راح يوديك زي كأنك بتبعت ايميل او اشي، بتختار الايمج وبعد هيك راح تكون موجودة عندك هون بالشكل التالي. هلأ انت في عندك خيار، يا انه بدك تضيف الايمج عن طريق البروبرتيز بالبيكتشر هون، او بتقدر تضيفها عن طريق البلوكس. هلا احنا بدنا نباشر في البروبرتيز نشرح عنها، بس قبل هيك بدك تضيف تو بوتون، واحد تسميه انيميشن اندرسكور بي تي ان، وتضيف كمان روتيشن اندرسكور بي تي ان. عندك نرجع للايمج، راح يكون في الترنيت او الترناتيف تكست. هذا الفيتشرز او الخاصيه زيها زي الويب سايت، لما اذا عمركم برمجتوا HTML ممكن تضيف ايمج. اذا ما فتحت الايمج بالويب سايت اظهر لي التكست التالي، ان كانت البراوزر، لانه البراوزر هو اللي بيقرا، وهون بكون تلفون او البلاي ستور هو اللي بيقرا قاعد الايمج. اذا ما في هاي الصيغه ما قراها معناته شو، اعمل لي الترناتيف تكست. يعني لو بدك تصف صوره فيها مطر فبدك تكتب اتس ريننج او اشي زي هيك. بعد هيك في عندك لازم تختار كليكابل، اللي هي انه الايمج هاي تكون فيها بدك لما تكبس عليها يكون في فانكشن او لا. اذا بدك يكون في فانكشن يا بتكبس هون كليك او بتعملها ست في البلوكس لترو. طبعا بعد هيك نحن بدنا نعملها ست هون ترو. بتختار الويد والهايت، يا بتختارهم بالبكسل يا بتختارهم عن طريق البيرسنت اللي هي جزء من الصفحة. طبعا هنا بتقدر احنا ضفنا هنا الايمج، تختار بتكون قد ما بالميديا بدك تضيف ايمجز، بتقدر تختار واحدة منهم بتكبس عليها وبتكبس اوكي، بيظهر عندك هون الاسم. الروتيشن انجل يعني قديش الصورة بدها تلف، زي لما بدك تسحب الصورة من الطرف بدك اياها بالعكس تظهر، بدك تحط زاوية معينة. الفيزيبل زي ما انت شايفين لما تحط انفيزيبل وفيزيبل. ممكن انت بدك فيتشرز معينة، بدك انه تظهر الصورة بعد مثلا مع انه يكون اللوجينز لما تدخل اليوزر نيم والباسورد صح، او تدخل اليوزر نيم صح فيطلع لك صورتك ويقول لك انت متأكد انه هذا اليوزر الك. فهاي فيتشرز بتفيد انه يكون فيزيبل. بدك التايمر بس يظهر بعد 3 ثواني او 5 ثواني تظهر لك الصورة بالصفحة الهوم بيج. ممكن كمان تختار انها تكون not visible وتعملها set visible true مع التايمر او مع function او event معين. احنا طبعا بدنا تكون visible. scale picture to fit زي ما انتم شايفين لما ما نختار هذا الخيار تيجي resolution اللي الها وما بتعبي الايمج، اللي هو احنا اخترنا له 30 و20. احنا اخترنا للايمج مش الصورة، احنا اخترنا للديزاين كومبوننت اللي هو اسمه ايمج. بعد هيك احنا بدنا نختار طبعا سكيل بيكتشر تو فيت. بدنا ننتقل للبلوكس. بالبلوكس بالبداية زي ما احنا شايفين هون عنا في فيتشرز اسمه كليك اللي هو ايفنتس. عند الكليك ما بدي اياها تظهر، بدي لما تكبس الصورة نضيف ليبل، هاي ليبل معين، وهذا الليبل بدي اعطيه قيمة 0.
بعد هيك بدنا كل كليكس بدي set label text اللي هي هون، بدي تضيف لي واحد عليها زي counter، كل ما نكبس الايمج تزيد لي واحد. فاحنا هون بدنا نجيب الماث اللي هي get text اللي هو الزيرو اللي احنا عرفناه في البداية، حطيناه text get text زائد واحد بعد هيك. خلينا نشرح باخر اشي، خلينا نعمل تيست. في عنا الالترناتيف تكست، تقدر بدل ما هي انت حطيتها في شاشة الديزاين تقدر تحطها عن طريق البلوكس، تعطيها قيمة معينة زي ما احنا قلنا. هاي التكست بيظهر لما ما يزبط، في بعض الفيتشرز وبعض البرامج بتخليك تحط فويس اذا ما ظهرت الصورة وما قرأها البراوزر او ما قرأها البرنامج اللي بيقرأ الصور في الاندرويد او الايفون. بعد هيك عندك الانيميشن، الانيميشن راح تتحرك الصورة. في عنا كذا قيمة للانيميشن، في منهم زي ما انتم شايفين هنا في سكرول رايت سلو، سكرول رايت، سكرول رايت فاست، وسكرول ليفت سلو، وسكرول ليفت، وسكرول ليفت فاست اند ستوب. هلا في عندك زي ما احنا شايفين احنا حاطين الخيار سكرول رايت، وراح تشوفوا كيف راح يبين عنا كيف تعمل السكرول او الانيميشن كيف تتحرك. بعد الانيميشن في عندك كليكس، كليكابل ولا نوت كليكابل زي ما احنا عملنا في الديزاين. لما تعمل تشيك معناته انت عملت ست الكليكابل تو ترو، لما تسحب اللي هي هاي راح يكون هسه لان احنا عملناها تو ترو راح يكون الجواب ترو لو بدك تسحب التكست لكليكابل اللي هو هذا البلوك. بعد هيك الهايت، احنا زي ما عبينا الهايت، الهايت بيرسنت بيكتشر، هون البيكتشر بدك تسحب البيكتشر اللي اصلا انت عبيتها في الديزاين تسحبها، او انك بدك تعطي بيكتشر معينة. كل اللي انت ضايفهم ممكن تختار منهم، احنا لانه ما في عندنا غير واحدة، لما نضيف هاي الخيار راح يطلع لنا السهم بس واحد. روتيشن انجل اللي هي كيف بدك اياها تلف، الخيار الديفولت راح يكون ما بعرف هو 0 او 90 حسب، والروتيشن انجل اللي هي راح تحطها كم بدك اياه يلف، كم بدك اياها تجي بالشقلوب، تجي على اليمين، تجي على الشمال. سكيل بيكتشر تو فيت زي ما احنا شفناها في الديزاين بتخليها بيكتشر تو فيت. طبعا هاي لما تكون الصورة عندك كثير ريزوليوشن الها سيئة وبدك تعملها فيت على شاشة كبيرة راح تكون مبكسلة الشاشة. وظل عندنا السكيلينج، طبعا فيزيبل، يا بتحطها فيزيبل يا نوت فيزيبل، ست فيزيبل تو ترو اذا بدك اياها فيزيبل، وست فيزيبل تو فولز اذا بدك اياها فيزيبل. واحنا حطيناها فيزيبل راح تطلع لنا القيمه هاي ترو. اوكي طبعا الويث بيرسنت والهايت بيرسنت اللي هي زي ما احنا حطينا، احنا حطينا بيرسنت من الشاشه معينه اللي هي 20 30 للهايت وللويث، وهنا بدك تحط البكسلز رقم البكسل. الآن بدنا نعمل الاميوليت نتست البلوكس التالية. بدك أول إشي تضيف اللي هو كليك من عند البوتون عند البلوكس، بدك تضيف كليك، بدك أنيميشن هي، وبدك تضيف للروتيشن. وعند الروتيشن بدك تعمل للصورة للأنيميشن إلها سكرول رايت، وعندك لما بدك تعمل روتيشن بدك تحط القيمة 180. بعد هيك لما بدك تكبس الإيمج بدها تزيد واحد عن التكست الموجود عندنا. بدنا نعمل إيميوليت كونكت إيميوليت عشان نعمل التستنج وننتظر شوي. زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغل عندنا الاميوليتر راح نجرب. لما تيجي بدك تكبس على الصورة اللي هي المفروض يزيد لنا العداد، صار واحد
2 3 4 5 زي ما انتم شايفين هون. لما بدك تيجي مثلا تكبس الانيميشن راح يروح لنا سكرول رايت، لو حطيت ليفت راح يسحبها من الجهة الثانية وهكذا. لو حطيت فاست راح تكون سريعة، لو حطيت سلو راح تكون سلو، لو حطيت ستوب مثلا بلشت عملت سكرول رايت وبعدين بعد ثانية حطيت تايمر وحطيت ستوب راح تعمل ستوب في مكان معين. بعد هيك الروتيشن، طبعا الروتيشن في مشكلة انه الاميوليتر الموجود حاليا بستخدمه اللي هو الاي اي ستارتر مع الاب انفنتور ما راح يشغل لك هاي الفيتشرز. الاي اي كومبانيون او اذا انك شبكته على اي طريقة ثانية راح يزبط، يعني زي لو انت جيت عملت بيلد وعملت اي بي كي ونزلت هذا على تلفون اندرويد راح يبين معك وراح يعمل روتيشن، اما بالاميوليتر حاليا موجود ما راح يزبط. هيك بنكون خلصنا الايمج وشو الفيتشرز اللي ممكن، البروبرتيز اللي إلها وشو الايفنتس اللي ممكن نتعامل معهم اللي هم الكليكس. طبعا فيك تعمل كثير شغلات وتربط كثير كومبوننت، يعني كل ديزاين كومبوننت تتعلمها. زي ما احنا شايفين هون احنا تعاملنا مع الديزاين كومبوننت البوتون، وتعاملنا مع ديزاين كومبوننت الليبل، وتعاملنا مع ديزاين كومبوننت اللي هي الايمج. وكل ما تعلمت بلوكس زيادة قدرت تحل بازلز اكثر. تخيلها انت زي بازلز بدك تركبها، كل ما انت عرفت وحفظت صور اكثر وعرفت تركب مثلا مجموعة اكبر من الصور، يعني زي لو جبت 5 صور مع بعض وركبتهم بصير عندك صورة اوضح لكيف بدك تستخدم هاي البازلز او تحلها اسرع. ونفس الشيء الاب انفنتور. هيك بنكون خلصنا الايمج وكيف بدنا نتعامل معها بالاب انفنتور. اذا عندكم اي كومنت ممكن تكتبوا في الكومنت سيكشن. اذا بدكم تحضروا زي هيك فيديوهات ممكن تعمل لايك سبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو القادم.